يا مساء الفل، يا مساء الحلويات. حبايبي ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا بيكم في حلقه جديده لذيذه من بيتكم، برنامجكم كل يوم اكله مع فيفيان. والنهارده يوم بالظبط كده الحلويات. النهارده هنعمل وصفه واحده بس عايزه اقول لكم هنطلع منها افكار حلوه جدا لحاجه بنشتري بيها من القطعه وبقت ثمنها دلوقتي هو. عايزه اقول لكم وصفه النهارده السهل الممتنع، بجد انا بحبها جدا وبعتمدها في اوقات كتيره قوي، والحمد لله بتطلع معايا ناجحه قوي. عايزين تعرفوا هي ايه؟ بعد الفاصل استنونا. حبايبي انا مبسوطه جدا انا معاكم النهارده، ومبسوطه جدا بالوصفه اللي احنا نعملها مع بعض النهارده. وانا مبسوطه كل يوم، يعني مش النهارده بس النهارده خصيصا انا مبسوطه قوي، عشان طبعا انتوا عارفين النهارده يوم الحلو. طيب احنا بنعمل برده شويه حلويات طول الاسبوع، بس لا النهارده بيبقى يوم التركيز على الحلويات. طيب النهارده بقى عماله اقول لكم حاجه وبنشتريها بالقطعه، تفتكروا كده هي ايه؟ مش الكلير، عشان لسه مطلوب مني، مش البروفيترول، الحاجات دي كلها دلوقتي بنشتريها بالقطعه، بس حاجه كلنا بنحبها. في اعياد ميلاد ما تقولش لا، في مناسبات حلوه ما تقولش لا، رايحين نزور حد برده ما تقولش لا. عايزه اقول لكم كمان ان احنا ممكن نجيبها في البيت عادي جدا، واحنا مثلا عندنا ولا اي حاجه، الناس جايه برده ما تقولش لا. فتعالوا بقى نعملها بمكونات بسيطه جدا ونلغي فكره تماما ان احنا نشتريها. هي ايه؟ الجاتو. ايوه النهارده هنعمل الجاتو الشاتو، اللي هو بابسط طريقه وكله في الخلاط. هستخدم المضرب بس كده لما اجي اقلب الدقيق. طيب مقاديري البسيطه انتوا عارفين انا هعمل، يعني ربنا كده يعني ايه يبارك، مش هعدها لكم دلوقتي، بس هقول لكم ان احنا هنطلع كميه حلوه قوي ببطين. بطين بس هنطلع كميه حلوه قوي، كوبايه لبن، كوبايه زيت، حاجات بسيطه قوي موجوده من خير البيت. صدقوني هنعمل احلى جاتو، مش هننافس بيه بره، احنا هنبقى بره الصندوق، بره المنافسه اصلا. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه، يلا بينا. اول حاجه انا عندي كوبايه دقيق، تمام؟ طيب مقدارها ايه؟ 150 جرام. تاني حاجه عندي كوبايه سكر بودره، مقاسها ايه؟ 200 جرام. عندي كوبايه زيت معيارها ايه؟ 250 ملي. نص كوبايه كاكاو خام معياره ايه؟ 75 جرام. كوبايه لبن معيارها ايه؟ 250 ملي. بيضتين وفانيليا ورشه الملح، معلقه كبيره بيكنج باودر، وعايزه بقى كريم شانتيه، سواء كريم شانتيه اللي هو بنجيبه من عند المستلزمات الحلويات سايب، حطي لي كده بما يعادل مثلا كوبايه، وعايزه كمان لبن متلج. عايزه بقى شوكولاته دارك، بصوا قطعتها ازاي بالشكل ده، الشوكولاته الدارك قالب، بصوا قطعتها شرايح طويله ازاي، ما سيحتهاش ولا اي حاجه اهي شايفين. وكمان عايزه كريز الحلويات اهو زي بتاع بره بالظبط. عايزه كمان الجوز الهند الشرايح، في ابسط من كده؟ نقول كمان، يلا احفظوا معايا علشان هتنفذوه هيعجبكم جدا ان شاء الله. اول حاجه عندي كوبايه دقيق اللي هي 150 جرام، تاني حاجه كوبايه زيت 250 ملي، كوبايه سكر بودره معيارها 200 جرام، عندي هنا نص كوبايه كاكاو خام معيارها 75 جرام، كوبايه لبن 250 ملي، بيضتين فقط لا غير، وفانيليا وملح، ومعلقه كبيره بيكنج باودر. طيب والكريم شانتيه والتزويق والتزيين الحاجات دي بتاعتي في الخلاط يا حبيبتي، في الخلاط. هعمل ايه؟ يلا بينا. اول حاجه هنزلها هي تعالي كده السكر البودره اهو، حاضر ده ايه السكر البودر اهو خلاص، وعليه الكاكاو سكر باودر، وعليه ايه الكاكاو بس كده اه، وبعدين هحط عليه اللبن. يلا نجيب اللبن بتاعنا اهو، المعيار بتاعنا كوبايه، ونحطها هنا ونضرب ده كله الاول. يلا بينا.
بالظبط عشان الخلاط. اي حاجه لازقه تعالوا نحطها كده. ايه المعلقه بتاعتنا؟ عشان انا شايفه هنا شويه سكر. بصوا الخليط عندي عامل ازاي، هضرب تاني. بصوا الخليط عندي سايل صح. استنوا دلوقتي شوفوا هنحوله ازاي ان هو ما يكونش سايل. تعالوا نكمل، يلا بينا اهو. بصوا بقى عندي عامل ازاي، تقيل جدا. هو ده اللي انا عايزاه، سرسوب كوبايه الزيت ينزل على الخليط ده. بصوا بقى قوامه عامل ازاي. بقى عندي هنا يا جماعه تغطيه للكيك خطيره بثلاث مكونات. ايه هي؟ تعالوا نراجعهم تاني، الكاكاو والسكر البودره واللبن والزيت. بس كده حاضر. هاخد ايه بقى دلوقتي؟ هاخد لي كوبايه هنا على جنب. بصوا الخليط نازل عامل ازاي، بصوا نازل عامل ازاي، خليط خطير صح اهو. الكوبايه دي انا هحتاجها. اوعى تحطوا بيض، لا هما بس الثلاث مقادير دول خلاص. وبعدين اروح اجيب عندي هنا بوله واقول الو يا شيماء. يا شيماء يا شيماء يا شيمو. طيب كلمينا تاني يا روحي عشان انا مش سامعاكي. طيب خلاص كده انا خلصت هنا الخلاط، مش هينفع احط دقيق لانه هيقفل عندي الخلاط تماما. هنزل بقى الخليط ده هنا، هنزل الخليط ده كله هنا واحاول امسح الخلاط بتاعي كويس قوي لان كل حاجه هتاثر في المقدار. لو تتخيلوا الكيكه دي بتطلع ناجحه ازاي، انتوا مش متخيلين بتطلع قد ايه ناجحه وهشه، ولا الاسبونج كيك بجد هتشوفوها دلوقتي انا عامله. بعدين ما بتاخدش وقت في التسويه خالص عشان هي رقيقه اهو. حاضر، هروح بقى جايبه عندي هنا المضرب وانزل ده كده عشان ايه اخفف على نفسي الشوفانه كلها. اروح حاطه هنا ايه البيض، بيضتين يا ست الكل. الو الو تتماليكا. الو الو ايوه حبيبتي ازيك. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبي، تسلم ايديكي بجد حبيبتي، ربنا يخليكي. رجعتيني الايام جميله قوي والله حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. عامله ايه وصحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. حلوة. الحمد لله، احمد ربنا على كل شيء الحمد يا لله. يا رب دايما يا حبيبتي. الحمد لله يا رب دايما. قولي لي بتعملي. طب استاذه اكيد. اه بعملها، ما انا بقول لك انت فكرتيني بحاجات جميله قوي. حبيبتي ربنا والله هي كانت فعلا ما بتاخدش وقت وجميله خالص. الكوبايه دي طبعا انا عارفه هي رايحه فين. ايوه بعد الكيكه ما تستوي.
لازم طبعا تعيش وتعملي، بتبقى جميله قوي قوي، بسيطه قوي، حلوه وبسيطه، وتبقى صح. بتبقى طعمها حلو جدا. صح، ونقدر نشكل منها بحاجات بسيطه قوي، نقدر نعمل منها ولا جاتو المحلات، واحلى كمان الجاتو بقى في حته تانية خالص. لا بصراحة. واحلى كمان صدقيني، انا بحس هي بتبقى حلوه جدا فعلا. حبيبتي تعيشي وتعملي، تعيشي يا قلبي، وتسلم ايديكي حبيبتي قلبي. يا حبيبتي ربنا، وعايزه اسلم على رنون حبيبتي، حبيبتي والله وحشتينا قوي قوي قوي. وحشتينا يا رنون، قالت لي قاعده بتتفرج علينا دلوقتي اكيد طبعا بس والله يعني تعبانه، والله يدعوا لها. انا عارفه والله، ربنا يا رب كده يتم شفاها على خير. يا رب يا رب, يا رب ترجع يا رب. بالف سلامه، امين يا رب. خليها لهندا يا رب ان شاء الله يا حبيبتي. امين يا حبيبتي، ربنا يخليكي لينا، ما تحرمش منك ابدا ولا منك يا حبيبه قلبي. تسلم ايدك يا قلبي، باي يا حبيبتي. حطيت البيضتين طبعا، وحطيت عليها الفانيليا، نضرب. خلاص اختفوا. عندي الدقيق هنا وعليه رشه الملح مع البيكنج باودر. اوعي تضربي بقى، قلبي شويه لحد ما الدقيق يختفي. وبعدين نقدر بقى دلوقتي نضرب، يلا بينا. بس كده انا خلصت. هتقولي لي بجد انت كده خلصتي الكيك؟ وده انجح كيك في الحياه حقيقي. يا شيماء ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامله ايه؟ وحشاني جدا. وانت كمان يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بتكلمينا منين؟ بكلمك من الجيزه، مركز العياط. بكلمك على طول على فكره. ايوه انت شيماء بتاعتنا. انا بكلمك على طول، اصل انت بقالك كتير ما بتكلمنيش على فكره. ما هو بس الخط بيديني مشغول والله، بس ضغط. طيب حبيبتي اهلا بيكي، وحشاني. وانت كمان والله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، بعمل جاتو. قولي لي بتحبيه؟ ايوه طبعا، ده انا برن عليك مخصوص، انا عايز اعرف طريقه عمل كيكه التورته، ولو سمحت ممكن تنزلي المقادير على الشاشه. حاضر. على فكره التورته ممكن تتعمل باللي احنا بنعمله ده، بس نعمل صينيتين قد بعض. ما انا حضرتك، طب ممكن تنزلي مقادير كده؟ عيني، حاضر، حالا حالا ننزلها تاني. يلا يا ضياء بعد اذنك ننزلها تاني. اول حاجه عندي هنا كوبايه دقيق، عليها كوبايه سكر بودره، عليها كوبايه زيت، عليها كوبايه لبن، معلقه كبيره من البيكنج باودر، رشه الملح، وبيضتين وفانيليا. نقولهم كمان بالترتيب، اول حاجه كوبايه دقيق، تاني حاجة كوباية سكر بودرة، ونص كوب كاكاو، وكوباية لبن، بيضتين، فانيليا، ملح، بيكنج باودر، معلقة. عايزة أقول لكم إحنا ممكن نحفظها مع بعض، إيه رأيكم؟ كوباية دقيق، كوباية زيت، كوباية سكر بودرة، كوباية لبن، أربع حاجات كوباية كوباية، النص يجي الكاكاو بس كده، وبيضتين وفانيليا، ورشة الملح، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. تعالي غلفيلي بقى عندك هنا الصينيه اللي هتدخل الفرن، يفضل ان هي تكون مربعه مستطيله، وبعدين هنزل بقى الخليط ده كله عندي. يلا اهو بصوا قوامه عامل ازاي، شايفين؟ بتاخد قد ايه في الفرن؟ 30 دقيقه. قبل ما ابدا هنا كنت مسخنه الفرن على درجه حراره 180، الكيك بتاعي بيدخل على درجة حرارة 180 خلاص لمدة 30 دقيقة. ليه؟ علشان دي كوباية، دي كوباية واحدة، أنا مش عاملة كمية، فهي مش هتاخد وقت معايا خالص، وهتطلع معايا هشة وجميلة. بقول لكم تنافس الاسبونج كيك فيه أهو، في قوامها وجمالها. طب اللي عايز يعمل تورته هيعمل من المقدار ده اتنين قد بعض، سواء مستطيل، مربع، مدور، هتعملي اتنين قد بعض خلاص. طيب هدخلها الفرن، وقلنا هتقعد 30 دقيقة، ونقول الو يا نور. الو الو، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، عاملة ايه، اخبارك؟
الحمد لله، زي حضرتك عامله ايه؟ بعمل جاتو. تسلم ايديك يا ست فيفيان. تسلم تسلمي. هجربه اكيد ان شاء الله. سهله قوي. حفظتي؟ اه حفظته. قولي كده هنسمع. ليكي دسته. انا الحمد لله اخيرا وصلت لك. انا بعت لحضرتك امبارح، انا بقالي اسبوعين مش عارفه اوصل لحضرتك. ايوه انا قلت لك ابعتي لي رقم تليفون ونسيت. ابص حقك عليا. لا ولا يهم حضرتك، المهم ان انا وصلت للقمر. انا حبيبتي ربنا يخليكي. نوري يا جماعه من الشخصيات اللي انا عمري ما شفتها بتابعيني على الصفحه وعلى التي في، بجد من الناس اللي بتدعمني بس كده من غير ما تتكلم. بتعمل ايه؟ انا النهارده عملت مثلا وصفه فلانيه، الاقيها تاني يوم ما كانش في نفس اليوم بعتالي التطبيق. بصي يا فيفا عملتها وتسلم ايدك، تحفه. عارفين ببقى عايزه كده يعني مش عارفه اقول لها ايه. لا ربنا بشكرك من كل قلبي يا روحي، دايما منوره الشاشه وربنا يديك الصحه يا رب. حبيبتي يا نور ربنا يخليكي وتعيشي وتعملي يا حبيبتي، ودايما بيتك فيه الخير كله. ميرسي. بس كنت عايزه اسال حضرتك سؤال واطلب من حضرتك طلب. قولي لي يا روحي. انا كنت عايزه اسال، الفود بروسيسور في سكينه بلاستيك دي تنفع لايه؟ السكينه البلاستيك دي علشان هقولك، عارفه تعملي بيها تفككي بيها التوم، تقشري بيها التوم. كمان ممكن اعتقد ان هي تنفع للملوخيه، بس انا مش متاكده من المعلومه دي. فانا بس استخدميها للتوم يعني، دي بس هي كده للتوم البلاستيك دي، انا ما اعتقدش ان هي تنفع لاي حاجه تانية. اوكي. وكنت عايزه من حضرتك طلب بعد اذنك، ممكن عايزه الكوبيبه المقليه عشان عايزه افرزها، وبحب افرزها واشيلها في الفريزر. حاضر هنعملها. انت عارفه انا عمري ما عملتها. انا ما انا دورت في اليوتيوب، انا لقيت الكوبيبه الصينيه فكنت عايزه المقليه عشان بحب افرزها. نعملها. كنت عايزه اعرف بس البرغل الغامق ولا الفاتح، ويعني نعملها ان شاء الله في تحضيرات رمضان باذن الله. ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، نورتيني يا نورو، بحبك قوي. وانا اكتر ان شاء الله. اشوفك بقى عشان ايه المحبه تكمل، بس انت عارفه انا بحبك وبحبكم كلكم من غير ما اشوفكم. وانا والله بموت. ميرسي يا نور بجد، بحبك قوي. نفسي اشوف حضرتك يا روح قلبي. خلاص والله ابعتي لي كده وان شاء الله نتقابل باذن الله. ماشي يا حبيبتي نورتيني يا نور. ميرسي يا سيدي. باي يا روحي. جميله 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 حقيقي والله. ما فيش حاجه اعملها غير ما الاقيها تاني يوم بعتها لي او في يوميها لو عندها المقادير. فبجد شكرا على كل حد بيحط ثقته فيا. طيب انا خلصت الكيك، دخل درجة حرارة 180، سخنت الفرن امتى؟ قبل ما ابدا اشتغل على طول. سخنهوليش اكتر من كده، قبل ما تبداي تشتغلي على طول سخني الفرن درجة حرارة 180 ودخلناها. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا نشوف بقى بعد الفاصل هنعمل ازاي وازاي هنطلع جاتو خطير. استنونا. طيب انا عندي بقى دلوقتي العجان عشان اعمل كريم شانتي. احنا هنعمل ايه بقى؟ ده احنا هنعمل احلى جاتو. طيب الكريم شانتي عندي هنا زي ما انتوا عارفين في المقادير، كنت قايله 3 او 5 زي ما انت عايزه، واحط عليه لبن مثلج. خلاص هعمل الاول ساده يعني ما فيهوش اي لون، واخد منه حبه وبعدين احط عليه كاكاو. خلوا بالكم يفضل الكريم شانتي دايما بضربه على اعلى سرعه. الكريم شانتي وللاسف الكريم شانتي ما ينفعش في الخلاط، لازم يا اما مضرب زي اللي كنت شغاله بيه ده وبخلط العجينه كلها، يا اما العجين.
بصوا بقى القوام عندي عامل ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزاه. هروح واخده بقى عندي هنا الكيس بتاعي كده واحط فيه حبه علشان هعمل الروزات، ماشي، هعمل الروزات وبعدين احط عليه بقى هنا ايه. بصوا انا هشيلها وانا متاكده ان اللي فوق مش هينزل اهو، واحط عليه بعد كده كاكاو علشان اعمل، عايزه اعمل طبقه بالكريم شانتيه على الكيك اللي احنا عاملينها. يا رحمه، الو الو يا رحمه، هل تسمعني يا دكتور هبه؟ ازيك حبيبتي، عامله ايه، اخبارك؟ منوره منوره الدنيا كلها يا شيفا. وانا متصله بيكي قبل كده، كنت متصله بيكي عشان عيد ميلاد بنتي. اهلا اهلا، كل سنه وهي طيبه. وانت طيبه يا شيفا، وانت صحتك عامله ايه؟ الحمد لله يا رب دايما بخير كده يا شيفا، كده منوره كده على طول كده يا شيفا. حبيبتي ربنا يخليكم، منوره بيكو والله. كنت عايزه شيفا بس طريقه الفراخ اللي زي كنتاكي كده اللي بتتعمل بره في المطاعم وكده، كنت عايزه الطريقه بتاعتها. حاضر. كنت عايزه طريقه الرز البسمتي. عيوني، حاضر ماشي. طب وعايزه حاجه ثانيه، عايزاكي مثلا تدينا كم يعني كم نصيحه او كم حاجه كده تدينا طاقه حلوه كده في المطبخ كده، يعني بعيد عن الازواج والدنيا ديت يعني. حاضر ماشي، عيوني بس كده. نورتيني وكل سنه وبنوتك طيبه وبال مليون سنه. وتعملي لها الجاتو ده النهارده؟ انا خدت الوصفه وكده وهعملها النهارده. ممكن تعملها على شكل تورته بقى؟ من هعملها لها تورته. يعني نفس المقدار ده يعني، بس ايه خليه مرتين يعني، خليها مثلا زي ايه مثلا يعني مشكلة. احنا عاملين ايه بالطين وكوبايه 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 ونص، انت بقى النص هتخليه كوبايه، الكوبايه هتخليها اتنين، وهتسويه في يعني مثلا اربع بيضات مثلا مع مثلا مع اربع كوبايات دقيق مثلا، كوبايتين دقيق، كوبايتين لبن، كوبايتين زيت، كوبايه كاكاو، كوبايتين سكر بودره، فاهماني، معلقتين بيكنج باودر، رشه الفانيليا، رشه الملح، هندبلر بس كل المقادير وتعمليها في صينيتين نفس المقاس. يعني نفس طب الحراره بتبقى قد ايه يا شيخه؟ طيب يعني حراره الفرن؟ نعم، الحراره بتاعت الفرن نفسها الحراره 180. طب بتقعد قد ايه مثلا؟ 30 دقيقه. يعني بعد 30 دقيقه خلاص يعني خلاص. طب طريقه الكريم شانتيه؟ طيب اهو الكريم شانتيه، انا حطيت كريم شانتيه على لبن مثلج يعني ساقع، بس كده، وبضربه بس كده لحد ما يبقى قوامه ماسك نفسه جدا علشان اقدر اعمل بيه الروزات الحلوه. هتشوفي دلوقتي شكل الروزات كمان. وبعدين حطيت عليه كاكاو عشان عايزه احط عليه طبقه كاكاو، طبقه كريم شانتيه، كريمه زي ما بنشتري بالظبط من بره. طيب يا شيفا كنت عايزه حاجه ثانيه، معلش طلب اخير، انا طولت. لا 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 اتفضلي، لا اتفضلي. كنت عايزه مثلا تعملينا مثلا وجبات مثلا بسيطه او حاجات مثلا بسيطه، مثلا الناس مثلا اللي عندهم سمنه او اللي عند يعني زي وجيم او حاجات مثلا حبيبتي صحيه. بص انا حاضر، انا يوم الاثنين بعمل اكل صحي بس، وكل الايام بحاول ان انا اقلل دايما الدهون بتاعتي واكتر دايما في الخضار. هو فكره الاكل الصحي ايه؟ ان بس ثقافتنا في عمل الاكل تختلف، اي اكل في الدنيا ينفع صحي، حتى الممبار ينفع صحي، في اكتر، حتى المحشي ينفع صحي، ان احنا نقلل كميه الرز ونحط خضار اكتر، ونحط جزر، نحط بصل، يعني عارفه هي الفكره ان احنا نقدر نعمل كل الاكل بشكل صحي. الفراخ سلقتها انا ممكن ادخلها الفرن بعد ما اسلقها، ممكن اعمل صينيه فراخ بشكل صحي، كل حاجه تنفع بشكل صحي للي بيعانوا من الـ يعني الوزن الزايد او السمنه. وشكل الطبق دايما اقول شكل الطبق عليه عامل كبير قوي، يعني الطبق بتاعي انا عايزه اكل اكل يعني صحي وقليل كميات، فالطبق بتاعي بقسمه ايه، نصه سلطه، نصه سلطه خلاص، النص التاني بقسمه على ربعين، ربع بروتين بتاعي والربع التاني الرز، ومغربش تاني الرز من 4 لـ6 معالق رز في الغداء، وقطعة البروتين بتاعتي، وطبعا تكون معمولة بشكل صحي بس كده. ونص الطبق التاني السلطة. دايما اقول ان الشبع عندنا بيوصل بسرعة، اولا بناكل بالشوكة، ثانيا يعني بنوصل امتى لمرحلة الشبع بسرعة، بناكل بشوكة، تاني حاجة بناكل بالراحة، تالت حاجة ناكل دايما بروتين مع سلطة. تلات حاجات دول ومية قبل الأكل، تلات حاجات، أربع حاجات دول
عايز اقول لكم تقدروا ان انتوا تخسوا بشكل يعني عارفين صحي جدا، وابدا ما نحسش ان احنا وشنا نزل، تحت عينينا اسودت، شعرنا بيقع، لا احنا بناكل كل حاجه ولكن بنقسم اكلنا صح، طبقنا بنغرفه صح بس كده. تعالوا بقى نكمل عندنا هنا الحلو بتاعنا اللي هو ما فيهوش اي حاجه صحيه النهارده. ديو بيقول لي عايزه ممكن نعمل الجاتوه ونحط جنبه طبق سلطه. بس عايزه انزل كده علشان اخلط كله، بصوا من كتر ما قوامه حلو قوي مش عايز ينزل. انزل يا حبيبي عشان تختلط معانا. اشرقت يا اشرقت يا اشرقت اشرقت، انت بتاعت امبارح اللي بتفتحي التلفزيون وتسمعيني، مش عايزه تقتنعي ان انا عمري ما هعرف اتكلم معاكي وانت معليه التلفزيون. طب حاولي تكلمينا تاني يا اشرقت. بس كده تعالوا بقى نحط عندنا هنا ايه الكف ونضرب. بصوا خلاص كده انا وصلت للقوام اللي انا عايزاه. بس كده انزل كل حاجة هنا علشان دي ثروة وهتنفعني. طبعا انا عاملة هنا المقدار 2. بصوا الكيك بتاعتي طلعت، انا طبعا حاطة ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين. معلش يا كيلو لو سمحت لو ناخد الحاجات دي بس عشان ما تتقلبش. انا طبعا حاطة ايه ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين مدخلاها، طلعتها اول ما طلعت رحت سايباها بس يعني 3 دقايق كده تهدى، وبعدين رحت قلباها على وشها وشايله ورقه الزبده، ده ظهرها ده وشها اهي ده وشها. تعالوا شوفوه بصوا حلوه ازاي وماسكه نفسها ازاي، ده وشها ده ظهرها اهو، ورحت قلباها وحطها تاني في الصينيه. ليه بقى؟ علشان اعرف اتعامل معاها. بصوا بقى عارفين دي اللي بقطع بيها الخضار اشكال، هروح واخده هنا الكريم شانتيه حطاه كده اهو شايفين، واروح موزعيه. طبعا الحاجه دي كانت عايزه تتعمل وتدخل طبعا ايه الثلاجه، بس انتوا عارفين ان انا بستمتع لما الحاجه تطلع قدامكم، بس دي متعه تانية. يا مريم ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حياتي، انت عامله ايه اخبارك؟ انا بحبك خالص حبيبتي وانا من كل قلبي. يا مريم بتكلميني منين؟ من سوهاج. اهلا بيكي يا روح قلبي وبكل اهل سوهاج. معلش يا شيف ممكن تعديلي طريقه الباتيه شاتوه تاني؟ عيني يا روحي بس كده تؤمري. ومعلش يا ريت تعملي لنا بسكوت جوز الهند عشان بنحبوه خالص. حاضر نعمل احلى بسكوت جوز هند بس كده. ماشي شكرا يا شيف. العفو يا حبيبتي. معلش يا ضياء ممكن ننزل المقادير تاني اهو. هنا بقى بدي انا بشيل الزياده بسويها ما بقطعش منها، وبشيل الزياده عندي اهو شايفين اهي، بس كده واروح نازله على دي. يلا احط هنا. حاضر. طب ايه رايكم لحد ما اخلص دي برضو نروح لفاصل ونرجع نشوف هنحط بقى الجناش كمان اللي احنا عاملينه اللي هو بسيط قوي، صوص الشوكولاته الخطير اللي احنا عاملينه من شويه سكر وكاكاو ولبن وزيت، هننزله ازاي بقى ونقطعها ونزوقها بعد الفاصل. استنونا.
خلصنا خلاص فردنا كل الكريم شانتيه على الجاتو الكيك اللي احنا عاملينه. عندي بقى صوص الشوكولاته ده هروح نازله بيه هنا اهو، واخدين بالكم اهو، وروح موزعاه كده برضو. طبعا المفروض ان الحاجه دي تدخل الثلاجه زي ما قلت لكم، ولكن انا ولا يهمني انا مكمله معاكم اهو. وهنقطع برضو وهنزوق وكل حاجه. المقادير معانا على الهوا يا جماعه، انتوا تعرفوش انا ضحيت بنص صينيه عشان المقادير تنزل تاني. حلو كده يا استاذ اشرف؟ بيحركوا معايا طبعا بجد. بصوا بقى خلاص كده عندي، بصوا عامله كانها مرايه، شايفين بتلمع ازاي؟ ايه الحلاوه دي والله، ايه الحلاوه دي. عندي هنا بقى اللي انا عاملاها برضو من ايه المقدار ده، فاتحه شويه اهي، احط ونقول الو يا ام يوسف. حبيبه قلبي من جوه حياتي يا ام يوسف، عامله ايه؟ وقلت لك ليا 3 شهور بتواصل عشان انا اكلمك. حبيبتي معلش، حقك عليا. منوره الشاشه ومنورانا يا حبيبي، منوره بيكوا والله بمكالماتكوا وبحبكوا ودعمكوا. اتمنى بس اني كنت اسمع صوتك او يا روحي باي طريقه. يا حبيبتي ربنا يخليكي والله، ما تحرمش ابدا منكوا. الله يخليكي يا حبيبتي يا رب، وما يحرمنا منك ابدا، وتكوني ظاهره على الشاشه كده على طول. حبيبتي ربنا يخليكي والله، شكرا. يخليك ولادك يا رب. امين يا رب، يخليكوا ليا. انتوا عندي بجد يعني ناس في قلبي ليكم عزه كبيره قوي والله. وانتي يعني بقول لك ليا فتره كبيره بتمنى يا روحي يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله. انت عارفه ان انا ام يوسف برضو يا ام يوسف. الله يخليكي يا حبيبتي يا رب، ويخليهولك ويخليهولنا يا رب. حبيبتي يا رب يا رب، ربنا يخليهم لينا كلهم يا رب. واحد امنيته اتحققت النهارده حبيبتي. مفيش ام يوسف كده ما تلاقيهاش لذيذه، كل اللي اسمهم ام يوسف كده حلوين كده وجمال. الله يخليكي حبيبتي، نورك منور الشاشه حبيبتي، ربنا يخليكي بجد. مبسوطه جدا ان انا سمعت صوتك. انا والله بقول لك ليا 3 شهور بحب اتواصل معاكي بجد، مش عارفه. حبيبتي معلش والله، حقك عليا، بس اخيرا يعني سمعت صوتك، ده شرف كبير ليا. وانا والله مبسوطه جدا جدا والله. حبيبتي ربنا يخليك، ودايما سامعه صوتك بكل خير، نورتيني وشرفتيني. الجاتو ظهر، ملاحظين مركزين معايا؟ الجاتو ظهر صح. طيب تعالوا نيجي على اللي بعده. يلا انا بعمل ايه عشان اقطع تقطيعة الجاتو من النص؟ باخدها كده وبعدين اروح عامله كده كده اهي. عايزه المعلقه وحده كيكيرو اللي اديتها لك. ايوه شكرا. بصوا بقى سلم واستلم. بصوا بقى هعمل ايه، هبدا اطلع ورصص عندي في طبق التقديم. ماشي، هبدا اطلع ورصص عندي في طبق التقديم. يلا بينا. بصوا بقى الله، هي اول واحده بس اللي ايه. الله تعالوا اتفرجوا ايه ده. بصوا هنزل بدي اهي ونطلع تاني. بصوا بصوا يا جماعه، بصوا اهي، شايفين احنا معانا تليفون. ماشي يا حاجه سميره، على فكره احنا ممكن ما نزينش، ممكن اكتفي بكده يا فيفا طبعا. طيب كلمينا تاني يا حاجه سميره، واسفه ان انا اتاخرت عليكي. ها طلعنا كام واحده؟ انا هسيبكم انتوا تعدوا بقى، انا ما رضيتش اديكوا وعد، انا عايزه مش عايزه يعني، عارفين لما تفاجئوا احسن ما تقعدوا تتكلموا اهو.
بصوا انا عايزه اوريها لكم بس كده عاليه ازاي. اتفرجوا يا جماعه عاليه ازاي اهي. دي ببيضتين فقط لا غير. شايفين؟ شايفين الخرطه؟ شايفين مرسومه ازاي؟ عملتي دستة جاتو اهي ولسه هنزينها. الله اهو. تعالوا بقى نقطع كمان من التانية. بصوا اهي الله. بصوا عاملة ازاي. بصوا مراية مراية. شايفين الوش بتاعها كأنها مراية اهي. واقدمها يلا. اي سكينة عندك هتقدري تعملي اللي انا بعمله ده اهو. ايه رايك يا عم حسين؟ يا مساء الفل والحلويات يا سيدي. الله يخليك يا عم حسين، منورنا دايما. عندنا حلو النهارده، انما ايه يستاهل بقكم كلكم والله. الله ينور عليك يا سيدي. يوم الحلو للحلوين طبعا يا سيدي. الله يخليك يا عم حسين، دايما منورنا. الله يخليك تسلم ايديك والله يا سيدي. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني الله ينور عليك بجد. يعني احنا بنهدي الحلقه دي لحضرتك والاستاذ رنا والاستاذ ضياء والاستاذ المخرج وكل العاملين لحضرتك. يعني ربنا يخليك، ربنا يخليك والله، كلك ذوق. تسلم لي تسلم لي. انا عايزه اهدي بقى الحلقه دي بجد لاستاذ اشرف حبيب عشان نقول له الف حمد لله على سلامتك ونورتنا، وربنا يديك الصحة وإن شاء الله تكون آخر أزمة تتعرض ليها في صحتك، وألف حمد لله على سلامتك. طيب بصوا بقى عندنا هنا خلاص، أنا كفاية كده لأني ما بقتش عارفة أجيب حاجات منين أحط فيها. تخيلوا. تعالوا بقى نزين عشان ما عنديش وقت. يلا نزين. بصوا بقى التزيين، هعمل واحدة هنا كده اهي، في ابسط من كده تعالي كده. انا هقرب عندي عشان ايه اعرف اتحكم فيها، عشان دي طلعت ايه. طبعا المفروض ان انا بزينها بعد ما تقعد في التلاجة شوية، مهم قوي. احنا ممكن نحط هنا يا كيلو والله ممكن. ماشي. بصوا بقى عندي هنا ايه، مثلا زي اللي احنا بنشتريها من بره بالظبط، كريز الحلويات اهو. يا حاجة سميرة كلها جوه عشان تعرف تعمل براحتك. عندي هنا مثلا مثلا شوية جوز هند شرايط اهي. يا حاجة سميرة بتروحي مننا فين؟ بصوا بقى الشوكولاتة دي هروح حطها كده على الوش اهي. واخدين بالكم اهي، طريقة بسيطة جدا. يا ام مريم عايزة ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، عاملة جاتو يجنن. طلعت حتة بقى اهو، اتفضلي. ده انت يعني حماتك بتحبك جاية لنا بعد ما خلصنا وبنقدم اهو. انت اخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه اخبارك يا ديدي؟ عندي ليكي سؤال. اتفضلي. انا جبت مرة بطة. بطة؟ اه. الف مبروك. وعملت لها محل النقع وكل حاجه وظبطتها وسلقتها وبعد كده الزفه جدا، مش عارفه ليه. معلش اعرف سلقتيها ازاي؟ حطيت في الميه جزر وطماطم وبصل وروره وحبان وكده. طب نقعتيها قبلها؟ اه نقعتها في ميه وفيها خل وفيها ليمون وفيها ملح وفلفل وكده. هو ده اللي انا كنت مستنياه. عارفه ايه؟ ايه؟ الخل. الخل؟ الخل يخلي اي حاجه يعني داخله على زفاره تبقى زفره. اه لازم ملح وسكر وشرايح ليمون، زعتر، روزماري، ورقتين لوري، حبهان، الحاجات دي اللي هي بتطير اي ريحه مش مقبوله.
ايوه تمام. فهميني بلاش يا جماعه خالص الخل، خصوصا الحاجه لما نكون انت عارفه البط شويه بيبقى تقيل. ايوه فايه ما نحطش خالص خل خالص. زي مثلا ماشي يا حبيبتي نورتيني. شكرا يا دي مشكرة. حبيبتي نورتيني. ايه رايكم؟ شكرا يا كيرو والله. ايه رايكم؟ مبسوطين مني؟ ادي الجاتو اللي بنروح ندفع فيه حبه حلوين معانا اهو باسهل طريقه باعظم نتيجه هتعجبكم. لا تعالي انت ما كده عيب. طبعا الجناش كان عايز يدخل الاول، الاول عندي هنا الثلاجه علشان ما يبقاش سايح كده. بس انا عملت يعني بصوا ده ماسك نفسه زي اللي احنا اللي هو فاتح شويه، بصوا ماسك نفسه ازاي مش سايح زي التاني. ليه؟ عشان هو كان عندي في الثلاجه بتاع ايه النسخه اللي انا كنت عاملاها في الفرن، فاهميني؟ لكن ده سايح علشان هو ايه كان لازم يدخل الثلاجه، هو ده الفرق. لكن النتيجه في كل الحالات تحفه. زي الناب ايه؟ زي الناب كريز الحلويات، كريم شانتيه اللي انا كنت لسه عاملاه قدامكم، كمان كنت جايبه شوكولاته دارك وعاملاها صوابع كده، حطيت رشه جوز هند عليها تحتيها وحطيت الشوكولاته. ابسط حاجه بابسط حاجه، الموضوع مش محتاج خالص خالص يعني تخططي وتكتكي، البساطه دايما اقول سر الشيك. انا بالنسبه لي الجاتو ده يعني احلى من مليون دسته. يعني عايزه اقول لك بحس ان الكريمه بتاعتها زعقه وحاجه مسكره، لا ده هتاكليه تحس ان كل حاجه مظبوطه. بصي طبقه الكريم شانتيه وبعدين طبقه الجناش اللي فوقيها، بصي طبقه الكيك عاليه ازاي رغم ان احنا هي بيضه واحده، انت واخده بالك بيضايه واحده، بس بصي قد ايه، لا تحفه فيها بركه زي ما انت شايفه كده، حلوه قوي. مبسوطه مبسوطه ان انا عملت معاكم النهارده الجاتو، وقدمناه مش بس جاتو شاتو خلاص، قدمناه زي جاتو المحلات واماكن الحلويات. واتمنى تجربوه وتبعتوا لي كل صور الجاتو بتاعكم، وانا متاكده ان هو هيكون احلى من بتاعي عشان انتوا بقى بتعملوه على عدل. انا برضو هنا محكومه بالوقت وببقى حابه اطلع النتيجه قدامكم عشان بحس قد ايه في ثقه بتتبني، غير لما اكون مطلعه الجاتو من ورايا او مش عاملاه او مش كل حاجه طالعه قدامكم. انا عن نفسي ما ببقاش مبسوطه حتى ولو انا اللي عاملاه، لا في ثقه كده بتتبني وبتكبر على مر الحلقات، هو ان الحاجه بتطلع قدامكم وبتطلع بالنتيجه اللي انا ببقى الحمد لله راضي عنها، واعتقد ان انتوا كمان هتكونوا راضيين عنها. هستنى بقى تجربوها وتجاوبوا رايكم فيها، وبحبكم واشوفكم بكره في نفس ميعادنا من واحده لاثنين والاعاده رابعه صباحا. باي باي.